للمزيد ينضم إلينا سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بك يا فندم. أهلا، مساء الخير يا فندم. مساء النور. خصوصية العلاقة المصرية الألمانية سواء مع الإدارة السابقة أو حتى تطورها في الفترة الأخيرة والبناء أيضا على هذا الأمر، كيف تجدها مع طبعا أول زيارة لوزيرة خارجية ألمانيا؟ حضرتك يعني السؤال بعد تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة عقب نتائج الانتخابات التي شهدتها ألمانيا في سبتمبر الماضي وترك السيدة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الحكم، السؤال ووجود حكومة ائتلافية كانت بعد حكومتها، السؤال كان هل العلاقات المصرية الألمانية في ظل الحكومة الجديدة هتحافظ على الزخم الذي ميزها في الفترة من 2015 وحتى 2021. زيارة وزيرة الخارجية الألمانية لمصر ومباحثتها مع السيد الرئيس ومع وزيرة الخارجية المصري في إطار أول جولة تقوم بها في الشرق الأوسط زارت خلالها إسرائيل ورام الله، أكدت أنه العلاقات المصرية الألمانية هتستمر حضرتك على نفس الزخم. وهناك تمسك، يعني في تمسك بالطفرة النوعية أو العلاقات القوية ما بين مصر وألمانيا حتى مع طبعا الإدارة الجديدة. الزيارة أثبتت أن المصالح المشتركة بين مصر وألمانيا يعني مصالح بتفرض نفسها على الدولتين، سواء بنتحدث عن القضية الفلسطينية أو القضايا الإقليمية الأخرى وفي مقدمتها ليبيا ومكافحة الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فكذلك التعاون مع مصر في الإعداد لمؤتمر المناخ أو مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية مؤتمر 27 والمقرر عقده في شرم الشيخ في نوفمبر القادم. فحضرتك المباحثات التي دارت سواء مع السيد الرئيس أو مع وزير الخارجية غطت كل جوانب العلاقات بين البلدين في إطار العلاقات الثنائية. كان واضحا حرص الجانبين على الاستمرار في تعزيز تلك العلاقات. صحيح، أكيد. واهتمام مصر، يعني حضرتك أضفت كمان نقطة مهمة سيادة السفير، أنه اهتمام مصر كمان بالقضايا البيئية، الهيدروجين الأخضر، وحتى وجود وسائل نقل بتعتمد أو تحافظ على أو تعتمد على الطاقة النظيفة، كل ده دور قامت به مصر خلال الفترة الأخيرة وجهود يعني بيتم تقديرها طبعا من ألمانيا والاتحاد الأوروبي. أنا بشكرك طبعا على وجودك معنا وعلى هذه المشاركة. سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا لحضرتك.